السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي أنواع الريتيننج وول. هل أنواع الريتيننج وول دي بنقسمها حسب ايه بالظبط؟ احنا بنقسم الريتيننج وول بعاملين يا باشمهندس. العامل الأول ان الريتيننج وول اللي هو رقم واحد في التصنيف بنصنفه ان هو بيعتمد على وزنه وعلى الاحتكاك ما بينه وما بين التربة، علشان كده بيحقق الاستقرار والاستابيليتي المطلوبة. يبقى احنا عندنا ريتيننج وول بتعتمد على وزنها والفريكشن اللي بينها وما بين التربة عشان تحقق الاستابيليتي من السلايدنج ومن الاوفر تيرنينج. طيب النوع التاني بيعتمد على حاجة اسمها الباسيف ايرث بريشر. باسيف ايرث بريشر يعني انت دلوقتي لما بيبقى عندك الريتيننج وول دي بتيجي تردم، فالردم بيجي عليها، فلما الردم بيجي عليها بيبدأ ان انت عندك لما الردم يجي عليها بيحصل لك ضغط تربة. ضغط التربة ده بيكون عندك من ناحيتين، ناحية فيها ضغط التربة بيديك احمال جانبية عايزة تخلي الحائط ده يحصل له اوفر تيرنينج او ينهار، والناحية التانية بيكون فيها الباسيف ايرث بريشر اللي هو التربة اللي بتسند الحائط. فيبقى احنا عندنا كده ايه، نوعين. النوع الاولاني اللي هي بتعتمد على وزنها والفريكشن اللي ما بينها وما بين التربة علشان تقدر ان هي تحقق الاستابيليتي من السلايدنج والاوفر تيرنينج. النوع التاني وهو ان هو بيعتمد على الباسيف ايرث بريشر في الاستقرار بتاعه. بكده نكون عرفنا ان التصنيفين اللي بنصنف بيهم الريتيننج وول. طبعا النوع الاولاني اللي هو بيعتمد على وزنه والفريكشن ما بينه وما بين التربة، ده متقسم لتلات انواع، اشهرهم تلات انواع اللي هنتكلم عليهم في الفيديوهات. والنوع التاني برضو هنتكلم عنه اللي هو بيعتمد على الباسيف ايرث بريشر. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. دي الصور زي ما اتفقنا، بعض الصور عن الريتيننج وول بكل حالتها هنتكلم عنهم ان شاء الله. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتشاروه في كل مكان علشان يوصل لكل الناس وتعم الاستفادة. ربنا يجازينا ويجازي حضراتكم كل خير ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.